مساء الخير وصباح الخير وجود افترنون، حسب عاد انت وين بتحضرنا. جود افترنون هذه بتغلب لانه ما لهاش ترجمه عربيه، انتم مساء. اليوم بنحكي في موضوع، طبعا اليوم كان مفروض الصبح نعمل هذا الفيديو لكن قدر الله ما شاء فعل، وكل شيء مقدر ومكتوب، نحن نجتهد ونسعى. اليوم راح اعطيك استراتيجية، اليوم الفيديو شوي عملي، استراتيجية كيف تحفز نفسك، كيف تحفز ذاتك. وهاي الاستراتيجية إن شاء الله بإذن الله إنها تساعدك زي ما ساعدتني وساعدت من أساعدهم في إنهم يخرجوا من ما يسمى وعي الضحية، من ما يسمى بوعي العجز أو الأباثي، وينطلقوا إلى مراحل وعي أفضل. كل واحد يحضر كاس الشاي. على فكرة هذا المج أنا اشتريته من السوق الحرة في المغرب وأنا مغادر، عجبني كثير، فأعتقد أنه فيه مراكش وفيه، فتحية لأهل المغرب وشكرا على استضافتكم لنا. رح نحكي كلام غريب شوي، بس زي ما بحكي أنا دائما، أنا من الواقع وإلى الواقع، ولا أريد أن أتحدث إلا على ما أراه واقعيا، فاسمعني كثير منيح. راح اترك لك مجال، روح جيب لك ورقه وقلم، روح جيب ورقه وقلم، اكتبي اللي بتقدري تكتبيه، اكتبي اللي بتقدر تاخده مني، وعسى ان ينفعك. اليوم راح نحكي في شغلات فعلا غريبه لكن من وجهه نظري واقعيه، لانه القضيه مش قضيه نضلنا نحكي في البرمجه وبرمجه خلينا ننزل للواقع. لما بتصير ازمات ومشاكل في حياتنا وبنحس في لحظه من اللحظات انه هذه المشاكل مستمره، ما في حدا في الدنيا بيحب انه المشكلة تستمر، ما في حدا بالدنيا مش متضايق من انه حياته الزوجية محطمة ومدمرة، ما في حدا في الدنيا بيكون مبسوط انه حالته الاقتصادية دائما تعبانة، ما في حدا في الدنيا بيكون مبسوط انه زعلان على شخص توفي وعايش في هذا الحزن سنوات وسنوات، ما في حدا من الدنيا بيكون مستمتع بالخوف، بالعجز، بالقلق. بس اليوم السؤال، الدكتور مهم، سايكاتريست، السايكولوجيست مهم، مهم كتير، المعالج النفسي، لكن هو السؤال انت شو دورك في علاج نفسك؟ ما برضو انت عليك دور. ايوه اليوم رح نحكي في هالدور، سواء كان انت عم تتناول هلا او عم تتابع دكاتره او عم تاخذ ادويه للاكتئاب او للقلق، او انت ما زلت ما وصلت لهذه المراحل المتقدمه، شافانا الله وعافانا وشافى كل مريض، وبتمر بازمه وحابب اني انا اساعدك، تعال نساعد بعض. اسمعني كثير منيح. اولا تحفيز الذات وتقويه الذات واني اعمل حافز في داخلي اني انطلق، يبدا اولا بالاستسلام. بس الاستسلام لمين؟ لله. اولا بدك تستسلم لله، هاي اولا. يعني بمعنى اخر ما في شيء اسمه اني اوصل مرحله من القوه اني اسيطر على كل شيء، وهذه هي الخلاف اللي أنا من وجهة نظري بشوفه فادح وقاتل في أي شخص يدعو الناس إلى أفكار أو تصرفات أو تأملات أو تدبرات أو مراحل اللي هي من خلالها أوصل للسيطرة على كل شيء. أنا بدي أقول لك آسف، تحملني، فشرت، لن تستطيع، لن تستطيع، ما بتقدر، لأني أنا بالنهاية عبد وعبد لله وحده. فإذا كنت أنت مؤمن أنك أنت عبد لله فأهلا وسهلا، كمل الفيديو وافهم أنه في النهاية حتى أحفز ذاتي بدي أوصل لمرحلة من استسلام التام لله، بمعنى أنه أنا اليوم الشيء اللي أنا متضايق منه بدي أفهم تماما أنه هو حصل وحصل بسبب أن هناك شيء اسمه القضاء والقدر، في قضاء وقدر. طيب إن آمن عاد بالقضاء والقدر خلص ملناش دور، ما نقعد عاد نتدروش ونقعد عاد ونقعد نلف من يمين يسار، أو نقعد نبكي طول العمر ونقول يعني هذا قضاءنا وقدرنا. لا، ما هو في نقطة تانية، هاي النقطة الأولى. أولا استسلم لله، تكلم مع الله بصيغة الاستسلام التام. أنا دائما بقول ابنك مرات بتجيبه لعندك بدك توجه له ملاحظة، كل ما يعاند كل ما تصرخ وكل ما تزيد قسوتك عليه
وبيعاند وبتزيد قسوتك عليه، وبيعاند وبتزيد قسوتك عليه، حتى يذعن، حتى يسكت، حتى يقول لك اه انا غلطان. ساعتها انت بتطلع عندك الرحمه والرأفة فيه وبتحاول انك تقعد معه. لكن طول ما هو بيعاند، طول ما انت بدك تحاول تفهمه انه لازم تفهم هذا الدرس. احيانا تكون الظروف التي نمر فيها، مش احيانا، دائما بيكون في جزء مقدر ومكتوب، وفي جزء هو اختبار لما سنتصرف ونشعر، كون ردة فعلنا على ما قدر وكتب لنا. يموت شخص عزيز على قلبنا، مقدر ومكتوب، عمره انتهى، لكن أنا في دور علي كيف أنا بدي أستوعب وأفهم هذه الوفاة. بمر بضائقة مالية مع أني عملت كل اللي علي، مقدر ومكتوب، لكن السؤال كيف بدي أتعامل شعوريا، أفكار، مشاعر، كيف بدي أتعامل بالمشاعر والأفكار وردود الفعل التصرفات على ما قدر لي. وهون عادنا ننتقل على الجزء اللي راح أزعل كثير للناس اللي ما راح تحضره، مسكين اللي ما راح يحضر الجزء. أنا هذا بالنسبة لي اللي جاي هو الفيديو. إذا أنت، أنا سلمت لله، هلا اليوم أنا طيب دكتور أعطيني إشي عملي. أنت اليوم ماشي في حارة شعبية، صورة، أنا ماشي اليوم في حارة شعبية، وأنا نفسي كمان ماشي في حارة من الحارات اللي بيسموها الراقية، السيفلايز، في الدول اللي هي بتكون متقدمة وكل الناس سيفلايز. وقعت على الأرض، صارت معي جلطة، مين رح يفزع لك فزعة صح؟ ولاد البلد الشعبيين ولا الراقيين المتحضرين اللي هم؟ انت هون اذا بتوقع في كثير ناس ما رح تطلع عليك، لانه الناس هون وصلت لمرحلة من انديفيدواليزم انه اخرها رح يجي يتطلع فيك ويتصل في البوليس ولا الامبلانس عشان تجي تاخدك. تعال تطلع اولاد البلد اذا حدا بوقع على الارض، هذا بده يشيله، وهذا بده يجيب له كاسة مي، وهذا عم بتصل في اهله، وهذا عم بتصل في الشرطة، وهذا بقول لك هاي سيارتي موجودة يا شباب يلا تعالوا شيلوا. بدك تتعامل مع نفسك احيانا بلغة اهل البلد، بمعنى بدك تحكي مع حالك، طلع شوي، اردح لحالك. انا مش بمزح ولا ببالغ، انا مرات بقعد بردح لحالي، كلما احس انني واصل لمرحله يسمى وعي العجز، انه يعني انا قاعد بس بشتكي وبلوم، بردح لحالي، ولا قوم ولا كفز، انت انخلقت، ربنا خلقك عشان. انا اذكر الناس بتقول لي انت بتضلك تجيب هالسيره، اه بدي اضل اجيبها للابد، لانها قصه واقعيه حصلت معي. لما ماتت ايمان اختي بعد فترة كنت قاعد حزين وما زال الحزن قوي، بتذكر انه ردحت لحالي ردح، يا لطيف على الردح اللي ردحته، قلت انت ولك شو، ليش قاعد زعلان؟ قوم فز، ليش قاعد يا عيب الشوم، قوم اعمل لك خير. اه بدك تقنعني انك ارحم من رب العالمين، فشرط تكون ارحم من رب العالمين، ربنا ارحم فيها، ولا زعلان على اولادها انت اللي بتطعميهم؟ الله اللي راح طعميهم والله اللي راح يعطيهم، قوم بس اعمل لك شغلة مفيدة. ولا بدك تقعد تضلك تبكي وتقعد تقول اه اختي جوزي، بردح لحالي. هذه الصيغة والاسلوب في الكلام، اي والله لو عندك ايش ما عندك بتطلع، احكي مع نفسك. بدك تضلك خايف؟ هذا الكلام ما بده يجي بس من برا، قوم فز، خلص اعتبرت حالك مريض، اعتبرت حالك ما في الشفاء، قاعد بس مادد ايدك بدك حدا يساعدك وحدا يطبطب عليك، قوم طبطب على حالك، ما حك جلدك مثل ظفرك، قوم فز، ايش قاعد تعمل؟ ليش بتضيع عمرك؟ انا هذا بحكي مع حالي مش بحكي معكم، هذا حواري بيني وبين حر مزاجي، انا هيك بحكي مع حالي. هذا النقاش هو الحافز اللي بيخليني في النهاية بالمفردات اللي بستخدمها، بتسليمي الكامل انه في شيء اسمه ربنا، وانه ربنا هذا قضاءه وقدره. كنت احكي لحالي لما كانت اختي متوفية، اقول من الردح اللي ردحته لحالي، اه يا اخوي بس شاطر تطلع وتحكي للناس ايجابية وتحكي لهم التوازن، وهلا بدكش توازن؟ ولا قوم عيب، قوم توازن، قوم اعمل لك شيء مفيد. اختك بحاجتك، اختك ماتت، لكن عملها لن ينقطع اذا قمت عملت لها خير. قوم فز، بكفي. والله في نساء ورجال من كثر ما بيشتكوا بتحس انه هم مشكلتهم في الحياة
انه ما شافوا اليد اللي تحنوا عليهم بكف. مش ضرب جسدي، مش الضرب الجسدي، الضرب الجسدي لا يحق حتى للحيوانات، لكن الضرب المعنوي على فكرة قوة انك انت عبد من عبيد الله، وانه انت سعيك هو المهم، السعي هو المهم. لذلك تحفيز الذات ليس فكرة اني انا اوقف قدام المراية واقول لحالي انا قوي انا كذا انا كذا، بالعكس تماما. مرات بدك توقف قدام المراية، اذا وقفت قدامها وتقول انا ضعيف بس عندي رب قوي، انا مهموم بس ربنا اكبر من الهموم، انا مغلوب ربي اني مغلوب فانتصر، ربي اني مغلوب فانتصر. هذا هو التحفيز، مش اقعد انا اقوي واعمل هذا التعظيم الانا اللي موجود جواتي، وانا اخذ نفس عميق ومش عارف ايش وسيطر. ما والله ما انت مسيطر على شيء، معلش ما حدش حكى لك اياها قبل اليوم، انا خليني احكي لك، اقسم بالله ما انت مسيطر على شيء. انت مش مسيطر على نفسك، انت مش مسيطر على دقات قلبك، انت مش مسيطر على عمرك، انت مش مسيطر على اولادك، انت مش مسيطر على ولا شيء ولا شيء. انا مش مسيطر على شيء، انا بس عم بسيطر على شغله واحده، كيف امشي في الحياه ضمن اقدار الله فيما خيرت فيه. بايش خيرني؟ فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. بس قبل ما تبرد، لانه لما تبرد بشربوش، انا هاي مشكله عندي. انت مش مسيطر على شيء، وانا ماني مسيطر على شيء، انا بس بسيطر على ايش اللي بخزنه جواتي، ردود افعالي. فاذا بدك تحفز ذاتك، حكينا اولا بدك تكون اولا داخل بفكره استسلام تام انه في شيء اسمه رب العالمين، وان الايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر. بدك تآمن كمان بشغلة، القضاء والقدر خيره وشره. إذا أول شيء بسلم، وثاني شيء اردح بطريقتك بأسلوبك. كل واحد جواتنا، نحن كل واحد جواتنا، قد ما باكل بالشوكة والسكينة، وقد لما بخلص بمسح تمي زي هيك، وقد لما بجي بحكي بحكي كلمة فرنسي وكلمة إنجليزي وكلمة، قد ما في جواتنا شخص شعبي ابن بلد مدردح هيك وعنده فزعة، قوم فز، احكي مع حالك، احكي مع حالك. بعدين معك يا بنت، بدك تضلك دائما قاعدة تشتكي من جوزك وتقرفي الناس من كثر حكيك الفاضي؟ خلاص يا ستي، جوزك أسوأ واحد في الدنيا. وبعدين يا اختي، ان شاء الله بدك تذبحي حالك وتموتي حالك، قومي فزي قبل ما يصير معك سكري وضغط، والله ما حدا بنفعك. قومي فزي، اعبدي ربك وصلي له، قومي فزي، ادرسي واقري ودوري على سعادتك، دوري على فرحة الرضا بما قضاه الله لك. قوم فز. بدك تضلك تبكي على الشغل اللي راح وعلى المقابلة اللي ما زبطتش؟ قوم فز، قوم اشتغل، قوم اعمل اي اشي، قوم عيب، احكي مع حالك، احكي مع حالك بما يليق بهذا الموقف، اردح لحالك. مش نقعد نردح للناس، اردح لحالك عشان توقف حالك. انا ماني لاقي كلمه انسب من الردح، لانه انا بردح لحالي، بردح بقعد بعدد، مش انت اللي حكيت، مش انت اللي سويت، مش انت اللي بتقول، مش انت اللي عملت، ولا انت بس، ولا شاطر بس تقول انا لله وانا اليه راجعون. تتذكر لما مات فلان واتصلت تعزيه وقلت له كاس ودائره؟ تتذكر لما صاحبك كان عنده مشكله وقعدت معه وعملت حالك سيد العريف وابو العقل وقلت له شد حالك يا رجل الدنيا وآمن بالله وخلي إيمانك بالله قوي؟ وين هذا الكلام يا منافق؟ منافق أنت. بس يا أخي أنا بحكي مع حالي، أنا بحكيش مع حدا، أنا بحكي مع حالي. بس يا أخي والله أنا بعرفني، أنا مش منافق، والله فيي خير، والله أمي ربتني منيح، والله أبوي رباني منيح. قوم فز، قوم. بتذكر كنت أحكي لحالي أقول وانت شو مفكر أنك مش حتشوفها؟ يا كشلي، انت ان شاء الله مفكر انك مش حتموت؟ ما انت حتموت يا اخوي، ما انت حتطلع لعندها ولا تنزل عندها ولا وين تروح ما بعرف، بس حنلتقي، ما احنا حنروح، ما انا حموت كمان. قوم فز. اما الطبطبه ويا حرام ويا كتي، انت اليوم ابنك اول مره بتساعده وبتشفق عليه، ثاني مره بتساعده وبتشفق عليه، ثالث مره بتساعده وبتشفق عليه، رابع مره، بس مرات بدك تستخدم معاه لغه فيها حزم. الإنسان مرات بده واحد يمسكه ويخضه، يخضه هيك يقول له ايه
في ناس داخلة بمرحلة من الوعي بتحسه عايش غيبوبة، عايش في فقاعة، بدنا نفقع هالفقاعة ونقول له اطلع من أم الفقاعة هاي وافهم إنه الحياة مش مستاهلة تضلك مزعل حالك ومقرف حالك وبتمرض في حالك وبترفع في ضغط حالك ورافع سكر حالك. ليه؟ ليش؟ 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 مش فاهم. على فكرة إذا بتاكل أكل صحي وبتلعب رياضة وبتهتم بصحتك النفسية وبتنام بكير وبتصحى بكير وشو كمان وبتاكل خضار وبتاكل أورجانيك، حياتك بالأورجانيك، وعندي مفاجأة لإلك، حتموت صحي، حتموت بس حتكون بصحتك. ما كله حيموت. إنك ميت وإنهم ميتون، إنك ميت وإنهم ميتون. هاي الآية نزلت لمين؟ نزلت لمن يخاطب، قيلت لمن يخاطب، تخيل، نزلت للرسول. إنك ميت وإنهم ميتون، الكل راح يموت. أنا عندي سؤال إلك، طالما كده ميت وكده ميت، على رأي الليمبي كده ميت وكده ميت، يبقى نخاف ليه؟ ليه؟ اسأل حالك السؤال، خلي في نقاش بينك وبين حالك. ليش معادي حالك؟ ليش مقاطع حالك؟ ليش محطم حالك؟ ليش داعس على حالك؟ ليش قرفان من حالك؟ ليش مهاجر من حالك؟ ليش راخي حالك وقاعد خذوني ساعدوني واسمع يا اختي شو عمل جوزي؟ ايه سكري هالتليفون وقعدي انت احكي مع حالك. شو الكلمة بقول لك؟ والله سمعنا كلام طيب رفع معنوياتنا. طب وانا مش موجود؟ انقطع الانترنت، ما ضلش فيه الموتيفيشنال سبيكرز، راح ستقف امام الله فردة. بتموتني خوف هالآية، اني ساقف امام الله فردة لحالي. وانت عايش هالحياة مهما كان حواليك ناس، ما زلت لوحدك. وإذا لم يكن هناك عدو في داخلك اللي هو أنت، ما في عدو برا بهزمك. لكن حتى تكون على علاقة طيبة بنفسك، عليك أولا أن تؤمن بالله. طب شو علاقة إيمان الله؟ دكتور أنت بتدخل لي الإيمان بالله في كل شيء؟ لا، أعطيني فرصة أشرح لك شو علاقتها. أنا اليوم بدي أعمل علاقة مع ذاتي، عشان العلاقة هذه تكون طيبة. أولا أنا لما بتعرف على إنسان، أنا بدي أتعرف على حدا منكم اليوم، التقينا، مش بدي أعرف أنت مين؟ إيش اسمك؟ شو اسم العيلة؟ من أي بلد؟ شو صفاتك؟ كريم ولا بخيل؟ بدي أعرف أنت مين؟ طيب، لما بعرف أنت مين وبعرف إنه والله عيلتك عيلة كرام وعيلة كذا، بطمئن. لما أنا أتعرف على حالي وأعرف إني خلق الله، أنا هيك عم بتعرف على حالي بقول يا عمي أنا ربنا اللي خلقني، أنا ربنا اللي خلقني وأحسن خلق. طيب اليوم معناته والله يعني زدنا شرف، والله تشرفت. ساعتها لما بدي أجي أنا أكون عون لنفسي وعون لذاتي وفاهم الحياة صح بواقعية، من غير ما أقعد أتخيل إنه الحياة سعادة. ومش مفروض الزلمة لما يروح على هذا يقول لمرته مساء الخير؟ مش مفروض المرأة لما يدخل جوزها تبتسم له؟ مش مفروض احنا لما نروح على الشغل مديري لما اشتغل يعطيني زياده سنويه؟ لا مش مفروض، معلش انا اسف، مش مفروض. لا وين؟ انا ما بعرف يعني، انا مش عارف. اللي عنده الكتاب تبع المفروض يبعث لي اياه، اللي عنده كتاب المفروض يبعث لي اياه. سهل كتير، الناس بتحب هاي الفيديوهات. اللي هو هذيك اليوم بشوف فيديو لواحد مش عارف شو، يعني مش عارف من وين طلع لنا، بس يعني زلمه. والرجل القوي يحب المرأة القوية، وإذا كان الرجل قوي والمرأة قوية فهناك احترام متبادل، وهذا الاحترام يا بي الناس بتكيف على الفيديوهات اللي هي كلياتها عبث، اللي هو نقل الصورة الوهمية لعكس ما يجري في الحياة لزرع أمل كاذب أن هناك أناس يعيشون حياة نحن لا نستطيع الوصول إليها، ويبقى الإنسان طول عمره في جري كجري الوحوش ليصل إلى وهم غير موجود. الإنسان كتلة والإنسان الآخر كتلة، بيعيشوا مع بعض بيحتكوا. ربنا خلقنا لنتدافع، أن تصبر على أذى
أخيك أفضل من أن تنعزل. الحياة عبارة عن أذى وأذية ونميمة وغيبة ونقص في الأموال والأنفس والثمرات، لكن نجاح وصبر وكفاح ومثابرة. كيف بدك تستمتع بكلمة يا رب إذا ما عندك مشاكل؟ كيف؟ كيف؟ اللي بيعرف كيف يكتب لي يعلمني. أنا عبد فقير مش فاهم، لكن أنا بعرف إنه أنا بصلي، لكن يا أخي ما بعرف صلاتي وأنا مظلوم. بحس إني عن جد بين يدي الله. مرات بتحاول إنك تتباكى وإنت بتدعي وبتقول خشية الله، بس لما تكون بدك شغلة وإنت محرج ومزنوق والدنيا كلها ضاغطة عليك وحاسس إنه ما حدا ناصرك وإنك مقموع، بس تقول يا رب، دموعك بتقول لك أنا طالعة قبلك. الدموع بتنزل قبل ما أنت تقولها انزلي. هاي الدمعة اللي إن شاء الله ستطفئ غضب الرب، وبإذن الله تعالى ستظلك تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. والناس زعلانة، إنها زعلانة ومش عارف إنك أنت لما تزعل ولما تغضب ولما تمر بأزمات، هذا يمكن يكون أقصر طريق بينك وبين الله. قد يكون هذه الطريقة اللي ربنا قاعد بيقول لك فيها أنا محتاج أسمع صوتك، أو بدي أسمع صوتك، أنا بدي أغفر لك. لكن كان الإنسان أكثر شيء جدلة مجادلات، لذلك إذا أردت أن تحفز ذاتك استسلم لفكرة أنك من خلق الله وأن هناك قضاء وقدر. استسلم استسلام تام لله وقول الحمد لله، وما أصابنا ما كان ليخطئنا وما أخطأنا ما كان ليصيبنا. اثنين، مش تستسلم وتروح تقعد في مش تقعد تستسلم وتقعد تحسبني عليه، تسكري الباب بالغرفة عاد تقولي حسبي الله ونعم الوكيل في جوزي وحسبي الله ونعم الوكيل في مرتي ونضل نحسبن على بعض. بسأل وبتكلم مع حالي بلغة تليق بالموقف. في هذا الموقف لما أكون زي ما حكيت ماشي في حارة شعبية وأوقع، بدي ناس مصحصحة، بدي ناس تصرخ وتقول شيلوه على المستشفى وتتحرك. مش بدي واحد يجي يقول خير منقدر نساعدك في شيء، نتصل لك في البوليس والشرطة. بدي حدا هيك حرك. خليك حرك، ساعد حالك، افزع لنفسك، قوي نفسك. ما حكى جلدك مثل ظفرك. ما تصدق الكلام اللي بنحكى على انه في شيء كثير، زي فكرة ذكرت الشاي، زي فكرة الكاسة، بيقول لك النص الفاضي والنص المليان. طب أنا بدي أسأل سؤال، هو مين بيكون فوق ومين بيكون تحت؟ هلا الكوباية هاي الكاسة اللي بيقول لك انظر إلى النصف الممتلئ ولا تنظر إلى النصف الفاضي. يا أخي طيب أنا بدي أسأل سؤال، مين بيكون فوق ومين بيكون تحت؟ مش دايما فوق النص الفاضي الفراغ وتحت النص المليان؟ ليش ما تفهم من الكاسة هاي إنه كل نص مليان لازم تغوص في النص الفاضي أول؟ كل إيجابية في فوقها سلبية، كل منحة في وراها ابتلاء، كل نجاح وراها تعب. الجنة فيها شغلات بدها مهرها غالي، مهرها غالي، مهرها إنك تمسكي حالك بدل ما تقعدي تتنمي وتغبي، مهرها غالي، مهرها غالي. ثم إنه في نقطة مهمة، زمان كنت صغير استغفر الله، فكنت أطلع على المسلسلات التاريخية والأفلام التاريخية اللي بتحكي على فترة الإسلام وكفار قريش وغدا نقتل محمدا وكل هالمسلسلات. يا أخي دائما كان يجيبون للكفار مبسوطين في غاية السعادة، جايبينهم عاد حاطين هالخمر والكؤوس والرقصات حواليهم قاعدة بترقص، وبعدين كلهم بيضحكوا آه 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 آه. بعدين ينقلون عاد على صورة المسلمين المؤمنين، تجيبهم عاد غلبانين، وين في ممثل حالته حالة يعني هذا قاعد هيك ولبسهم مش عارف إيش وبدهم يموتوا على حالهم. مين قال إنه هاي هي الصورة الذهنية اللي لازم تنزرع في راسنا؟ مين قال إن الإنسان إذا التزم بشرع الله ما بيعرف يضحك؟ ليش ما يجيبون لنا كمان المسلمين كانوا يضحكوا؟ يعني عمر بن الخطاب ما كانش يضحك، سيدنا علي ما كانش يضحك. أنا سمعت
شوف على خفة دم الرسول عليه الصلاة والسلام. اسمع، بعرفش إذا بتعرفوا القصة ولا لا، بس يعني للتفكير. الرسول عليه الصلاة والسلام قاعد مع سيدنا علي كرم الله وجهه، فبياكلوا تمر. فسيدنا علي شو صار يعمل؟ صار ياخذ من صحن الرسول من أمامه، ياكل التمرة ويضع العجوة، البزر العجوة، يحطها جهة الرسول. فبين هيك انه الرسول اكل كل التمر، كل العجوات محطوطة عنده. فبمازح الرسول بيقول له: يا رسول الله، اكلت التمرة كلها، يعني خلصت الصحن. فنظر الرسول، شوف سرعة البديهة عاد، وشاف انه قدامه ما في اشي، وقال له: انت يا علي اكلت التمرة بعجوة بالبذرة تبعته؟ شوف خف الدم ونغاشة ولا لازم نكون حزين؟ يقول لك ايش الدنيا ابتلاء ولا يا عم، يا عم اضحك يا عم، يا عم اضحك يا عم، يا عم اضحك وابتسم يا عم. والله العظيم المسلم اكثر واحد بهجة، المسلم والمؤمن، المؤمن بالله، وما بدنا نحكي بس على المسلمين، مسلمين ومسيحيين وكل اللي بيؤمن بالله، ما بدنا ندخل بهالتفريقات، لكن اللي بيؤمن انه في اله ومؤمن ومسلم له، هذا الشخص ما لازم يكون انسان كئيب وحزين وماشي كأنه العبادات هم. فبقول لك حتى الصورة الذهنية اللي نقلوها، وعملوا غلطة كمان في المسلسلات التاريخية، انهم صورون لأبو جهل دائما شكله هيك وشوارب ومش عارف ايش، وأبو لهب أبصر كيف شكله. يا زلمه أبو لهب كان وسيم، عم الرسول، وسمي أبو لهب بسبب حمرة في شعره. هم بشر، الإنسان لا يحكم عليه بالشكل، الإنسان يحكم عليه بما يؤمن به. قل لي ما تؤمن به، إيش اللي بتآمن فيه؟ معتقداتك. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فبالتالي في الأول والأخير، طولنا الفيديو عليكم بس إن شاء الله يكون بفائدة. سلم أمرك لله أولا، ثانيا تعلم كيف تتكلم مع نفسك، شد على حالك، احكي مع نفسك، اردح لنفسك. واللي ما شاف الفيديو يشوف وصلة الردح اللي عملناها في بداية الفيديو. تكلم مع نفسك بصيغة القوة، ومش القوة اللي هي بدي أقوم وأسيطر وأرجع حياتي. لا 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 لا، راح تقوم عشان تنكسر، وجوزك ما راح يتغير، ومرتك صعب تتغير، وشغلك مديرك راح يظل مديرك، وفيش شيء اسمه المفروض. لكن أنت بتكون أقوى لتحمل مشاق الحياة، لأنها رحلة ستمشيها شئت أم أبيت. الطريق ماشي من الولادة إلى الوفاة، اختار كيف تريد أن تمشي هذا الطريق. المحطات مكتوبة، ردود فعلنا بإيدنا. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وأنا بقول وبزيد عليها: من شاء فليرضى ومن شاء فليفجر ويجحد ويشكي ويبكي ويعمل اللي بده إياه. لكن لا تنسى أنه لك مشيئة في استقبال قضاء الله وقدره، والصبر. والصبر عمره ما كان بس البكاء والقعدة وهينا وهدينا صابرين وهيك وهيك. في صبر حتى على النعم، النعم بدها صبر. واحد معاه فلوس، صح الصبح لقى معاه 20 مليون، طب اليوم هو بيقدر يجيب اللي بده إياه وبيقدر يعمل حرام، مش بده يصبر على ملذاته. في وعي بيسموه وعي الملذة، أو وعي الغرائز، أو الهوى، مش بده يصبر؟ ما هذا صبر كمان. في واحد بغلط بحقك بتقدر تقوم طلطش 100 كف، مش بدك تصبر؟ ولا بدناش نصبر؟ اللي ما بده يصبر عاد خلص، عيشها غابة. بس إذا بدك تمشي على الغابة بدك تفهم شغلة واحدة: الغابة فيها قانون، البقاء للأقوى. فرجيني يا حبيبي قديش أنت قوي، لأنه ما في قوي إلا في الأقوى منه، والله أقوى من الجميع. اترك لي قانون الغابة وركز مع القوي، العادل، العدل، الحق، الكريم، الغفور، الودود، الجبار، المنتقم. ركز مع كل أسماء الله الحسنى، وأتمنى لكم ليلة سعيدة وجميلة، وأتمنى أنك تتعلم كيف تحكي مع حالك بطريقة مختلفة، وما توقفش قدام مرايا وتحكي: أنا قوي أنا قوي أنا قوي، زي فؤاد المهندس بالفيلم، نسيت شو اسم الفيلم، أنا مش قصير وأزعى، أنا طويل وأهبل. هذه دعابة،
تمشي فقط على الناس اللي ما وصلت لمرحلة من الوعي انها تفهم ان بواقعية شديدة نحن ضعاف، الا من فهم ان هذه الحياة ما هي الا طريق ورحلة قصيرة، وان الله خلقه وكرمه واعطى عقله عشان يميز، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ولكن في النهاية، حتى أختم بجملة جميلة أنا بحبها كثير، تذكر دائما وأنت تكلم نفسك، مهما كانت مآسيك، مهما كانت متاعبك، مهما تكالبت عليك الدنيا ومن فيها، ولسوف يعطيك ربك فترضى.